توقعنا انهم جايين يقتلونا، مش جايين يهدوا البيت، مش جايين يهدوا البيت. كان يدافع على مدى سنوات طويلة عن أصحاب المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم، واليوم بات هو الضحية. الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب جلس فوق ركام منزله في بلدة سلوان بالقدس الشرقية يروي كيف شردت الشرطة الإسرائيلية عائلته وهدمت ذكرياته. امبارح أنا كنت في غرفة على كراسي مع صوبة بحضر تلفزيون وأمامي صحن فواكه. الآن أنا في الشارع، يعني أفقدونا الماضي والذكريات والمستقبل، يعني مش بس هدموا البيت، هدموا حياتنا كأسرة. أنا ثلاث يعني أسر عايشين فيه، أنا وولادي وأحفادي، 10 أنفار. وزارة الخارجية الأمريكية أدانت هدم منزل الناطق باسم أهالي سلوان والمبني منذ 38 عاماً قرب البلدة القديمة. We condemn the demolition of Fakhri Abu Diab's home. He is a community leader in East Jerusalem. We believe that demolition not only obviously damages his home and his family and the lives that they have built there, but the entire community who live in fear that their homes may be next. بلدة سلوان تعتبر من أكثر المناطق في القدس استهدافاً بقرارات الهدم الإسرائيلية بزعم البناء غير المرخص. كنت متأمل أني أعيش في هذه الدار. ويخشى أن يكون هدم منزل أبو دياب مقدمة لهدم منازل أخرى.